يا إخواني، آية اليوم سمعتها في صلاة المغرب، والله إنها مؤثرة. من أجل ذلك طلبت المصحف وفتحت على هذه الآية حتى أقرأها بين يديكم. الله سبحانه وتعالى يختم سورة المدثر بآية عظيمة جدا، يقول ربي سبحانه وتعالى فيها: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهو العظيم، وهو العظيم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهل للتقوى، وهو الذي رفع السماء بلا عمد نراها، والله جل وعلا هو الذي قال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى ويعظم وهو الذي قال في سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا، وهو الذي شق أسماعنا وأبصارنا: الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ربي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كيف لا يتقى جل في علاه وهو الذي خلق الملائكة ولا يحصي عددهم إلا الله، خلقهم بأوصاف عظيمة: مثنى، الله عز وجل قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي أخبر عن الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف لا يتقى سبحانه وتعالى وهو الذي خوفنا بنفسه فقال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كيف لا يعظم سبحانه وتعالى وهو الذي خوفنا بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الله
الله يجعلنا من المتقين.